هذا جامع السوق. وهذه النقاش هكا النقاش غادي اللي تراو فيها اما هي فوق هذه هكا النقاش هذا يخلد وقتاش تاسس تترمم من الجامعة هذه. وعلى فكره الجامعة هذه استغلوا الحنفية بعد الحرب العالمية الثانية صارت وقتها طايح جامعة الحنفية طايح وبالقنابل وقتها تاع الخلفاء جاو صلوا لهنا الجامعة هو ما كانش فيه جمعة قبل ومن بعد سلام وينك قرر ومن بعد ولا يصليوا فيه جمعة قالوا سيد الملكية كيفاش معناتها الحان فيه يردوه حتى احنا ردوه معناتها يصلي الجمعة فهمني يقبل كانت ما بين الملكية والحان فيه كالتنافس فهمني كل واحد حب يظهر معناتها كما نقولوا الجزئيات اللي مختلفين فيها اللي هي معناتها أصح على المذهب فيها حب يمنس على أما الجامعة هذه الحقيقة روعة لازم زادة يدخل في المسلك السياحي مش معقول مسكر وزادة السمعة مسكرة ولازم تدخل في المسلك السياحي مش معقول زادة مسكرة السمعة مزيانة ما تظهرش خسارة واللي يحب إذا تحب البلاد تقدم لازم نثمنوا المعالم هذه كانوا العطارين منهم هذايا حانوت سي حامد الملولي الله يرحمه بعد ولده كمال خذا عليه هذا كانوا كله معطارين هاي عم مجنوني من فما قماش عمار ها هو نتفكر واحد من هذوما اي عمار نتفكر فما بوت حمد المدلولي وفما زوج حلوة بعده كان وعمار والمنظر عمار عمار ما كان هنا واحد منهم عمار لا هذاك مش عمار هذاك حمد المدلولي الاولاني كمال خذا على ابوه انا المنظر نعرفه هنا في حانوت من الحوالي هنا لا يبيع السفسيل حانوت هذاك بعد نعرف فيه من بعد عرف سيدانا اي مرحبا احسن ايوه باخير يرحم الوالد يرحم في العروس عايش اهلا باخير سنعوي هاي 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 به نعم نعم سيدي بوراوي وينك تيولي من بديهاش لا سيدي بوراوي ضيع شلاكته في القلعة وزال سوسة واش صور سي كيفاش ساعه مكتوب عامر بعزيز هاي اسمه عامر حاج عامر بعزيز وابنائه الجروسيست وكروسيست في التاي والحاجات امبورطاسيون تجاره كولونيال هاي وكمون بجنبكم كان بعد ولا حاجه هيك حانوت كمون زاد كان هنا كان فما تي ريستورون تاع خميس هنا هاي كان تابع للحانوت هذا وي وحتى هذا زاد كان تاعك هي تابع للرشيد لواء الرشيد هاي كانت هذه زاد تابع جنرال رشيد شوفوا عمر شنو قال ما لحقناش عليه عمر قلنا على سبط رشيد سي عبد الفتاح اسمح لي نعدل سي عبد الفتاح احنا مالا في سبط رشيد هذاك تسمى من بعد رشيد هذا ولد البي رشيد رشيد هو ولد البي كان بيه مرة بالروماتيزم قالوا له في تونس برا الحمام كذا يعني جاء لهنا يعمل الحمد لله مرة حمام كان يعمل حمام يقعد في قاعة الرحبة لهنا هيك علاش سماوه سبط رشيد باي كي كان هنا في سوسة شاف كونه ثم فريق النجم الساحلي شرا تيران وعطاهم تيران يتسمى ستاد لامين 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 عطاهم تيران كادو بيرو تاعها لهنا قهوة نحاف وكان ثم هذيك الكرسي يقول لك الكرسي ما يقدر حتى كان البي كرسي البي بردو مدام بردو بونجور اكيد هاي سي عبد الحميد طواوير بشين سي عبد الحميد
توا صندور وهكا حمام البي جبانة الغربة وجامع بوفتات فرصة شينا جبن عنده جبن بي هاي 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 قيدوم هذا قيدوم لبلاد العربي شحوالك وينك لباس يا عايش عايش صور سهلة وسهلة سي محمد بوزيد شحوالك سي محمد يرحم الوالد ها سي عبد الفتاح اهلا وسهلا سي عبد الحميد تفضل شحوالك لاباس الحمد لله الحمد لله شو طاهر الحدادي ناش طاهر الحداد سي عبد الحميد والفوق كان تاكل عليه هكا اكل اليهوديه عزيزه بخبزه في العلي هذاك كان عندها حانوت بجنب بولها مرسوري بجنب بولها وحانوت التونسي هذاك نتاع بوها هذه هنا كانت تسكن عزيزه بخبزه اخر واحده يمكن سكنت في البلاد العربي اي لا مش اليهوديه هكية لا 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 هذه بجنب حانوت ولها توا حمام البي حمام الحوكه هي عزيزه في الشملي بحذا الشملي واه هو شغله مثل الاصل تعلمي اللي غادي لا لا قديم هذا بحذا هو ثم استاذ معروف استاذ لامي عرفت الدار بيك مصر بن جنان اي قبل بحنا دار غشاء دار غشاء من ناحية النادي نادي مرحبا بك حوز معانا مرحبا بك مرحبا بيا ايجا مرحبا ناس مع بعضنا يعيشكم مش فيها بنين الخبز ولا صح عليكم عايش حب اقول لكم احنا لهنا قدام صبات رشيد صبات رشيد هذا رمز من الحاجات اللي ترمز للمدينه نتاعنا مع الاسف مستحوذ عليه واحد كان يخدم بوه كان يخدم في البلديه وهو تو معناتها واخذ ولده حاب نحكي لكم نقطة المرة اللي فاتت احنا باش نسجلوا دارنا في المدينة تسجيل معناتها في دارنا عاد في نفس النهار جاء القاضي واحد باش يسجل برج جديد بتاعه واني برج الرشيد واني موجود غادي القاضي القاضي جاي بجوج شهود نصابة من هنا وقال له راهو معناتها بتاعنا وبابا شراه من البلدية وخذيته وسيه بتاعنا بشوية اخويا ايش عملت من داخل اختيه وقتها ولد حشلاف الحوات كان ذكروه عملوا كل قهوة هيك وعملنا فيه حتى يبان مونات وقتها وكل شيء فداوي واحد وكل مع الأسف مغلق واحد حطه في داره وكيفاش تراث متاع بلاد متاع جهة يجي واحد يستمل والحقيقة لا البلدية ولا اسمها هي وكيل تحية التراث من حق لازم يتحرك ويسترجع للدولة تاخذوا الجمعية تاخذوا حتى وين وصلت المفيد يرجع نجمه ندخلوله علاش ملك خاص وين وصلت الحكايه؟ مقابل الطياح اغزر له مقابل الطياح وين وصلت مال القضيه ولا الحال؟ والله ما نعرف اني وقتها الحكايه كي قدام القاضي وقتها قلت له شديت القاضي قلت له راهو السيد هذا تاريخ كيفاش نجم تبيع تاريخ بلادك انت؟ القاضي قال لي خليت انا ابعث مراسله لوكاله تحيه التراث هذا هو حسيت نحب نقول معلم هذه الجمعيه توا توا الجمعيه سي المنصف سي المنصف توا حركوها حي حي لا مش هذي مش هذي تور خلف لا موجود هو اللي هز الجيوش للحرب القرم حرب القرم ضد روسيا وقتها هز القرم في تركيا دونك الجيوش هذاكوما فما ناس فما وحيد توفاو وقعدوا غادي فما ناس وحيد رجعوا وحيد ضاعوا وقعدوا في تركيا وتوا تكونت قرية في تركيا اسمها تونسلار هي متكونة من الناس اللي ضاعوا غادي وقعدوا غادي وكونوا
القريه هذه اسمها تونسلا. انا زرت والجنرال رشيد راه ولد شكون؟ ولد البي. اعمال خدم عمل برشا حاجات في سوسه هذه يلزمها محاضره كامله. هو ولد البي رشيد؟ لا لا لا، خاطر بكري غوفرنور غوفرنور هو اصله راهو كيما خلف الفتاه، هما اطفال يخطفوهم ويكونوهم البيات ويوليو يعطيوهم وظائف. اي وظائف كبيره عسكريه، يتكونوا وظائف عسكريه. اذا رشيد صبط رشيد ماهوش ولد البي، خاطر بكري فما شكون قال ولد البي؟ لا هو جنرال ولا اسطوره هي ولد البي وجاي داوي في الحمام وحاجه. معناها اللي رشيد عمل برشا حاجات باهيه وكانوا في سوسه يحبوه برشا، خاطر عمل برشا بنايات وعمل الكل. وبعد في الاخر البي بعد ما هو رجع من تركيا ومعناها وشكروه وكذا وعطوه نيشانات، ولا صارت مشكلة في قصر البي، ولا جابوا البي وحكم عليه بالقتل وبالخنق بيت مخنوق. أما هو إنجز برشا حاجات في سوسة. هذا في عام 1800 تقريبا 1850، لكن المدة هذه 50 6 صارت حاجة مشكلة معناها علاش قتلوه؟ صارت مشكلة البيات مع بعضهم، صارت مشاكل هو تصف مع واحد ضد البي. توا وين باش نمشيو سي عمر؟ نمشيو منا وين؟ هذا مش وريه البلاك هنايا في الصور هذه في حصن التنقزلي، هذا يقولوا له والله اعلم حصن التنقزلي. البلاصه هذه ثلاثه هذه يقولوا له حصن، هذه حصن التنقزلي. وعلاش تنقزلي؟ هو متسمي كما حصن سيدي المحجوب ولا حصن القهوه. معناتها هي دراسه اتعملت راهو نتاع الحصون، عملها سي محمد علي الخشبي وتهبطت تحكي على حصون سوسه، راهو مهم هذه مورد نخدموه موضوع حصون مهم برك. هذيك البلاكه اللي نحكيو عليها وهي تأرخ الزمان ترميم المكان، هو مكتوب فيها الحمد لله جدد هذا الحصن المبارك المبارك بإذن الله الحاج مصطفى داي مصروف ذلك ومصروف ذلك، مع ترموسة من حبس محروسة سوسة أواخر رمضان المعظم سنة 72 و1000 72 و1000 معناتها 1072 1770 بفلوس الحبس هذايا ترمم، والحاج مصطفى داي، الحاج مصطفى داي هو اللي رمم وهي كلفت هذيك. ريت البلاك هذيك ملاحظة سي كي قال حبس المحروسة، شنو هي عنده فما حاجة على سوسة؟ محروسة معناها شنو؟ لازم فما حاجة. كل بلاد عندها حبس معناتها وعندها اسمك، تعرفوا حبس القلة اللي كانت قرات القلة موجودة الطلبة جماعة الزيتونة، وكذلك فما حبس نتاع الجامع الكبير وناس كانت معناتها برشا حبس. هو فما دراسة قريب باش يعملها الأستاذ الواتي كتاب على حباس مدينة سوسة على قريب. باهي باهي في الموسع إن شاء الله في المستقبل نحكي أحبس محروسه. تقولوا محروسه معناها محروسه سوسه؟ محروسه سوسه ولا ممكن وليه كتات؟ اغلبي بربي هو بربي راهو قلتكم النقائش هذه كل موجوده في كتاب موجود حضرناه وموجود كل النقائش وكل الجوامع سوسه والنقائش في موسوعه مدينه سوسه موجودين عندنا في المقر الجمعيه ان شاء الله. احنا تو معلومات ميدانيه لكن مؤرخ معنا موثقه معنا كلمه. عندك سؤال؟ عندي نسخه من عندها الموسوعه، عندي نسخه. بارك الله فيك استاذ. المرة اللي فاتت حكينا على الوليات الصالحات، عندنا للا مراسية مدفونة مدفونة هنا
هي جدة ولاد عمار ومرأة فاضلة هي فاقيها أبوها ولد المجدوب من 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 المهدية وكان حتى البي من كثرة ما تم يحبها البي كان ما يبعث بس صدق عمار يبعث الشيخة الفاضلة للا مراسية فمني معناتها تكبير به مرت فلان الفولاني حسين عمار حسين عمار مني حسين مع الأسف مسكر كان مهمش ترمم ونحب نحكي لكم حاجة راه واني علي جبكم الترميم من هذيتو الفيونس هذي جديد تحتو عملته البلدية تو زليز قديم القديم المزيان العربي متاعنا يعني اللي مخدوم وكل شيء وجاو لبسوا عاودوا كل شيء كيكة معناتها كل شيء مطيش هذيك دا هذيك سيدي سيدي محجوب مطيش مخروم مكسر خربوه حصيرهم وكل شيء في مسرح وغادي بربي وذاك ريتو عمره ما كان راه مسرح روماني هذاك الحصن الإسلامي سيدي محجوب معناتها ما غير فما عرسة رومانية أما في الأصل هو الحصن الإسلامي سيدي محجوب من أرخوا لذاك الفوقاني الناس تطلعوا له ومطيش راهو هذا دور البلدية والمسؤولين باش يتحركوا راه وعملوا شوية تو البارحة الأولى كان شكون تبع الصفحة نتاع بلدية سوسة جات نظفت لهنا قالوا كل شيء وهبطوا حاسيلو وكتبوا الكشافة قلت لهم لا ماهيش كشافة أنا سيدي محجوب ما تبدلوناش المفاهيم سيدي بوفاتح سيدي بوفاتح ما تبدلوناش المصطلحات يعني شك فما حاجات تاريخية ما بدلوهاش هو ذاك الهلال الأحمر وقعت استعمال وبقاك علاش عملوا كذا انا عضو في الكشافه هنا ما هو مش مقر كشافه هذاك جامع سيدي بوفات ما يرحم والديهم ما يبدلونيش المصطلحات نتاع التاريخ ما عندهمش الحق باش يستغلوا كشافه في فتره قصيره هو قصيره طويله وفتح وبعد كشافه قبل ما كاش كشافه كان روضه كان روضه بلديه كان فما قبه في المدخل نتاعه كان فما صمعه كان صمعه سامحني انا ملومش على العباد اللي ما تعرفش اما بلديه تهبط تقول الكشافه لهنا ما قد ماهوش مقر الكشافه هذاك جامع سيدي بوفات تو برك مقر الكشافه تو برك اي هذا هو مصطلح روضه سامحني التاريخ عمر راي العرسة حتى كي تعود رومانية ينجم يكون أثر إسلامي خاطر الإسلاميين كيف جاو باش يبنيو ما أنت كي تدخل جامع الزيتون لي شابيتون كلها تاع العرس كلها رومانية كانوا يلموا في من الآثار الرومانية ويبنيو في البني نتاعهم تلقى العرس ولي شابيتون رومان مي الروح الإسلامية سي عمر وسيدي بن عيسى وين مش فما حاجة سيدي بن عيسى كانوا في الرومان الآثار الرومانية ياخذوا منها العرس سيدي محجوب كانوا يجيو العيسى مرة في الجمعة ليلة الجمعة يعملوا الوحدة مش ولي ملا لا ما عندناش ولي نتاع سيدي بن عيسى نشأت وترميم السور وشكون بناه فوتاتا على كل هايكا فوتاتا ولا برج القهوة وفي الفوق راهو فما زاد فما بلاكة ملي سمحني معناتها وقت الترميم زاد مع الأسف معناتها هذا ما ينجم يحيى البلاصة كل إلا ما يتربط بالمتنى يطلعوا الفوق وكانوا معناتها مستغلين ونفذين معناتها فما يكون رحمة فيه أشكال المراهقة راهو هذه لو لوندما اللي تنحات نوري عن ايفينمون في باب القبلي النوري التونسي وباب القبلي كل وقتها يحكيو نقيشه كانت موجوده غادي ما نعرفش شنية والسيد اللي يسكن في البركونة هنا قال في الليل سمعت الحس ونحاوها وكلمنا الأمن وجاو وسانا بايو دو سويت هذه عندها بعد الثورة نعطيكم التاريخ 2015 حاجة هكا الجماعة بعد الثورة يعتقدوا أن الأثار الكل في وسط مكنوف ولاو يخربوا في الأثار في كل بقعة منهم هذه اما نحاوها وهزوها وكان حبوا على كنز راهو خلاوها وراهو طايحه اما نحاوها وهزوها في ثم هذيك علامه
على مالي ما وراه مخبي اي حشم بها زوح اي انا سيدي عمر زعفران نرجو سيدي عمر زعفران سيدي عمر زعفران الحقيقه كان طايح البلديه رمت من البر من البرة فقط والناس بناوا الحيط التالي اللي يجوا تبارك الله هكا الفيو مزيان هكا ترى من تاني مش نحكي عليه اكثر من كل شيء نحب نقول راه هذا كان مستغل انتو الكشافه زاده ما نعرفش تو عند شكون المفتاح امام طيش ما نعرفوش لكن المده كان محلول مطيش ومش لاهين به عاملين صيانه لا كان مكان مكسر كان قلت له لطفي اجي منه لا نسمع اجي منه نسمع ما نعرفش